ايوه بس كده بقى، تحدي الصح. لما الحق التلاجة بقى. تعالي لي ايه انت ده؟ انت هنا يا ماما؟ لا هناك في ايه زفت؟ لا مفيش حاجة، بس انا كنت بطمن على المطبخ بس، قاعد ولا ما قاعدش؟ وحياة امك، خش على جوه يا جزمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبيبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وسعادة. طبعا رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين، تمام. أول حاجة. تاني حاجة يا جماعة، أنا دلوقتي أفكركم بالمسابقة، ما تنسوش المسابقة يا جماعة، تمام؟ يعني أنا عايزكم تبقوا فاكرين المسابقة. ليه؟ لأن هي حاجة كويسة طبعا، تمام. دلوقتي أنا كنت في الفيديو يعني الفيديو الرابع، في الفيديو الرابع أنا يا جماعة اتكلمت وقلت لكم، في الفيديو الرابع اتكلمت وقلت إيه، وطلعت 4 أشخاص كانوا شغالين تفاعل زي الفل، تمام. النهاردة يا جماعة ال4 أشخاص دول نفسهم هم اللي شغالين، تمام، تفاعل زي العسل وكده، تمام. وفي شخصين تاني حظر كاميراتهم، حذروا على الكاميرا دلوقتي، تمام، حذروكم دلوقتي على الشاشة، تمام. شخصين تاني اشتغلوا تفاعل زي الفل، تمام. في ناس بتشتغل تفاعل، يعني هي في ناس كتير شغالة، تمام، هي في ناس كتير شغالة، تمام. بس انا لاقيهم هم ال6 أشخاص دول، تمام، اللي هم ال4 القدام والنفرين دول الجداد، تمام. لاقي ال6 دول شغالين، يعني اول ما بنشر الفيديو اقل حاجه بيعملوا بال50 بال100 مشاركه، تمام. وفي ناس تانية يا جماعه ما بتعملش غير بايه، غير بالمشاركتين، بال3 مشاركات، ده بيبقى كله قاعد عندي، تمام. اه نعم، بس احنا عاوزين ايه زي ال6 دول. انا هحذر لكم الشخصين دلوقتي، 1 2، هما الشخصين دول يا جماعه. الشخصين دول طبعا ده شغالين تفاعل زي الفل وحاجات وكده، يعني شغالين معانا زي الفل، تمام. فانا بفكرك بالمسابقه، ما تنساش المسابقه. لو عايز تكسب معانا الهدايا، تمام، انزل في المسابقه عشان تيجي عندي في اللينك. اول يوم العيد هتستلم الهدايا بتاعتك ان شاء الله، وهطلع في الكاميرا زي كده وهتصور معايا فيديو انت وبتستلم الهدايا، تمام. مستني ايه؟ يلا ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، تمام. لو انت مش مشترك ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو ده. ليه؟ عشان برضه تبقى معانا يعني على القناة، وتضمن أي مسابقات تاني، أي حاجة تاني، أي فيديوهات تاني، تمام؟ يلا أنت مستني إيه؟ يلا إنجز، اعمل اشتراك في القناة واعمل لايك للفيديو ده. يلا باي. استغفر الله العظيم يا رب. رمضان اللي بيجي مرة كل سنة ده بيجي شهر، بيقعد شهر واحد بس، إحنا بنحسها بسنة معاكم أنتوا ولا في البيت. استغفر الله العظيم يا رب. يا ربي انا اعمل ايه دلوقتي؟ انا عطشان، ويا ريت في رمضان بيسيبونا نايمين ننام. لا، لازم يصحوك، يطلعوا ميتينك وتعالى وهات وجيب. استغفر الله العظيم يا رب. الواحد صايم ممكن يفطر عليهم في اي لحظه. استغفر الله العظيم يا رب. انا عايز لي حل، انا عايز اشوف لي حل في الموضوع ده، عايز اشوف لي حل، عاوز لي حل بأي طريقة، لأن خلاص بصراحة جبت آخر، جبت آخر. إيه؟ جات لي فكرة. طب ما أنا أنزل تحت وأروح أشرب وأجي. لا يا غبي، مش هينفع كده، الناس هتشوفك، هيقولوا عليك فاضل ما تبقاش حمار. يا ربي، طب ما أنا عايز لي فكرة تانية. فكرة إيه تانية؟ مفيش فكرة في دماغي. عايز لي فكرة يا ربي. والعيد جاي علينا، ولسه النهارده 7 يوم في رمضان، يعني لسه قدامك كام؟ نبدأ 7 يا ربي. بس انا دايما اشوف لي حل بصراحه في المواضيع دي. انت يا زفتك، امك بتقول لك ليه ما بتذاكريش؟ قالت لي روح شوفها، لو مش بتذاكر ذاكرنا. هاي اصلا يا بابا انا خلصت امتحانات، شوف لك حاجه غيرها بقى. ايه ده بجد؟ فين بيتك؟ ما عرفتش تضحك عليها يا حمار. انا 1 2 3 4. ايه ده؟ انت بتعمل ايه؟ لا يعني هكون بعمل ايه يعني ماما؟ بصلي صيام، مش عارف اصلي صيام في ايه، اهو بصلي صيام في اي حاجه وخلاص. عوض عليا يا رب. يا عم روحوا يا رب. ايه الزهق اللي انا فيه ده يا رب؟ وانا نفسي اعرف، هي لسه في رمضان بتعدي كانها سنه بالذات في الصبح،
تاجي في الصبح تلاقي الساعة بتعدي كأنها سنة معدية، ما تخلصش بسرعة. لكن في الليل من بعد المغرب تلقى الساعة شغالة سريع سريع سريع، اليوم بيخلص بسرعة. استغفر الله العظيم يا رب. جات لي فكرة، أنا أفتح حساب بالصيام فوق. تعالوا عاملين ايه؟ كويسين؟ استنى كده، استنى كده، اهدي ثانية يا بابا ثانية. ايوه انا لازم امسك انا يا بني. شو يا بنت ثانية ايه؟ يا نهار اسود ده متعض. لا بجد بجد متعض، الله يخرب بيتك. بس برضه همسكك. ايوه انا همسكك وامسك عيالك. تعال تعال هتحيرني. عصفورة زي كده هتحيرني يا بت. بس يا بت تخرب. نعم يا بت تهدي. نعم خلاص طب خلاص يا بت. طب خلاص خرب بيت ايامك يا بت. قول تعال قول. ابو شكلك هيعطينا وتعضي عضتك معفنه. يا ربي ايه الزهق ده؟ ايه ده؟ المغرب دي اللي بتنزل صح؟ الله اخيرا يا رب. عمال اعطلك